السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى أنكم تكونوا في حالة جيدة وفي تمام الصحة والعافية. كنتمنى لكم جمعة طيبة، وكنتمنى لكم كذلك سنة سعيدة مليئة بالأفراح والصحة والعافية والرزق والهنا وراحة البال، وكذلك يرفع علينا الله سبحانه وتعالى مع بداية هذه السنة الهجرية الجديدة هذا الوباء، يبعد علينا البلاء وكل حاجة اللي هي قبيحة وكدرنا، يبعد علينا الله سبحانه وتعالى. قبل ما نبدأ الفيديو ديال اليوم، فبغيت ندير واحد يعني نداء للناس اللي ربحوا في المسابقة. فكاين الأختين ريتاج وكاينة نظيرة فردوس، فهاد جوج ديال الناس كنطلب منهم أنهم يتواصلوا معايا في الخاص ديال الانستغرام كوان بوتي تيري اوفيسيال. انا غادي نخلي يعني الانستغرام في صندوق الوصف باش يعني يتواصلوا معايا ويعطوني العنوان ديالهم باش نصيفط ليهم الجوائز ديالهم. فالله يجازيكم بخير، يعني تواصلوا معايا عبر الانستغرام باش نصيفط لكم الجوائز ديالكم باش تعطوني لادريس، باسكو ما عرفتش يعني فين غادي نصيفط هاد الجوائز ديال هاد جوج الناس اللي ربحوا في الأشهر الماضية. غادي نعطيكم من هنا لنهاية شهر غشت باش نصيفط السيدة أو السيد اللي غادي يفوز معايا في شهر غشت معكم حتى نتوما، يعني نصيفط لكم نتوما بثلاثة ماشي أشاك فوا بقى غدا لا بوست، يعني باش نجمع يعني الجوائز ثلاثة ونصيفطهم مرة واحدة. فالله يجزيكم بخير إلا كنتو كتسمعوا الفيديو ديال اليوم، تواصلوا معايا في الانستغرام كوان بوتي تيغي اوفيسيال. الوغ كان هذا بالنسبة يعني ضروري أنني كان خصني ندير هذا النداء باش الناس يتواصلوا بالجوائز ديالهم، ونبداو الفيديو ديال اليوم على بركة الله. الفيديو ديال اليوم غادي نخصصو لكم كذلك لابوغاتواغ لاغوش بوزي، وغادي نوريكم منتوج جديد أو واقي شمسي جديد اللي هو هذا أنتيليوس أنتي إمبرفكسيون. ألوغ أنتيليوس أنتي إمبرفكسيون من لابوغاتواغ لاغوش بوزي اللي هو مختبر جلدي. ف غادي نتعرفوا اليوم على هذا المنتوج، لمن كيصلح ولاش كيصلح. فانتما كتشوفوا في الصوره هنا الوجه ديال السيده اللي كاينه في يعني في العلبه ديال التقديم، وغادي تكونوا اكيد عرفتوا الناس اللي يعني صالح ليهم هاد لو برودوي. الوغ أنتيليوس أنتي إمبرفكسيون فهو واقي شمسي كغيره من الواقيات الشمسيه كما كتشوفوا هنا، فهو 50 بلس اس بي اف، كذلك هو يحمي من لي زو في بي اي لي زو في ا، كذلك هو انتي اوكسيدون ومعزز كالعاده كما عوداتنا يعني مختبرات لاغوش بوزي انه معزز بلو تيرمال ديال لاغوش بوزي. هذه كلها حنا مزايا زوينه كنعرفوها على المختبرات ديال لاغوش بوزي. والواقي الشمسي فهو كيحترم يعني المعايير ديال الواقي الشمسي العالي الجوده، او اللي خصنا نردوا ليها البال فاش نبغيو نشريو شي واقي شمسي. فلمن كيصلح هذا الواقي الشمسي؟ الوغ أنتيليوس أنتي إمبرفكسيون فهو صالح للناس اللي عندهم بشره دهنيه 100%، يعني ماشي لازون تي لي يميد ما وجوه الاخرين ناشفين. فخاص ضروري الناس اللي غادي يشريو أنتيليوس أنتي إمبرفكسيون فيكون عندهم بشره دهنيه 100%. كنتمنى هاد المساله تكون يعني واضحه. كذلك فهو صالح للناس اللي عندهم حب شباب، كوساسوا عندهم بشره دهنيه وما فيهاش حب شباب، او عندهم بشره دهنيه وفيها حب شباب. واكثر منه صالح الناس اللي عندهم حب شباب، يعني الى رجعنا للاسم ديالو فهو أنتيليوس أنتي إمبرفكسيون، يعني ضد هذيك الحبيبات اللي كتكون عندنا او عند الناس اللي عندهم بشره دهنيه وفيها حب شباب. فهما كنتما كلكم كتعرفوا بان دوك الحبيبات كيتقيحوا كيديروا الريوس وكيعمروا بالقيح وابخي كيخواو
وانتم عارفين يعني المراحل من بعد ما كيقيحوا وكيخواو سورتو الا كنا كنلعبوا فيهم بيدينا ما كنديروش الواقي الشمسي ديالنا، فهما كي من بعد كيوليو حمر و اوتوماتيكمون سوغ بلاص فهما كيوليو كحل. فهاد اونتيليوس اونتي امبيرفيكسيون صالح لهاد الناس اللي كينوض لهم الحبوب بزاف في الوجه ديالهم، فهو ضد هاد البطور. شنو كيوقع؟ كيخفف لينا من هاد البطور، ما كيخليهاش تقيح، ما كتخليها ما كيخليهاش دير داك الراس، وكيعاونها على ان هاد سيكاتريزا بلا ما تخلي لنا ديك لاطاش اللي هي كحله. الوغ غادي نشوفوا هنايا شنو مكتوب. فهما كاتبين بانه صالح بو غراس كما قلت لكم يعني بشره دهنيه، اتوندونس اكنيك يعني مائله البشره اللي فيها حب شباب. الوغ اي ريبو لي امبيرفيكسيون كما قلت لكم، فهو كيعاون ان دوك لي امبيرفيكسيون او دوك الحبيبات انهم باش ما يخرجوش ما يزيدوش يتنفخوا، الحده ديالهم ما تزيدش تساقم، فهو كيخفف من الحده ديالهم، وكذلك فهو كيحمينا من يعني الاثار ديال الشمس على هذوك البطور. فاحنا كنعرفوا بان الشمس عندها كما عندها كنقولوا دائما عندها المنافع، فهي عندها المضر وسخطو سخطو على البشره، فاي سيكاتريس او اي حبه فراها كتبقى لينا كحله بمساعده الشمس، تعرض لاشعه الشمس فراه كيخلي لنا ديك الحبه او اي جرحه او اي حاجه كتسيكاتريزا في لو نوار او كتولي كحله. بالنسبه للتركيبه ديالو فهو فيه لاسيد ساليسيليك، ولاسيد ساليسيليك هو واحد الحمض مقشر. فاحنا كنعرفوا الناس اللي كيكون عندهم حب شباب فداك الحبيبات كي ملي كيبداو يبسوا فراه كيديروا لنا بحال القشيرات وهذا، فهو فيه لاسيد ساليسيليك يعني راه كيقشر لنا دوك الحبيبات كيرطب داك القشور وكيزولهم لينا يعني بلا ما يؤذي البشره. كذلك فهو اونتي بريونس لون دوري يعني ضد اللمعان. حنا كنعرفوا بالنسبه للناس اللي عندهم بشره دهنيه فهي يعني بحكم الافرازات الدهنيه الكثيره ديالها على الوجه فكتبدا كتبان كتلمع، ف اونتيليوس ايكرون اونتي ابيرفيكسيون كيشرب لينا داك الدهون او داك الدم اللي كيكون في الوجه وما كيخليش البشره انها يعني تلمع بواحد الطريقه اللي هي ما كتعجبش بزاف ديال الناس او اغلبهم او كلهم. كذلك فهو كيعاون على انه كيف ما قلت قبيله وغنعاود نكرر انه كيعاون داك الحبوب باش ما يخليش لنا لي تراس، كيعاونو انه يتقشر وكيعاونو انه ما يزيدش في الحده ديالو ويتفاقم، وكذلك كيعاون ان داك البطور ما تخليش لينا لي سيكاتريس كحل اللي هما حنا ما كنبغيوهمش. وهذه مساله يعني بديهيه واضحه، اون فوا كتكون عندك حبه في الوجه ديالك يعني واخا تكون حبه يعني هكا ديال لو سيكل بالنسبه للعيالات اللي كيجينا مره في الشهر، ف هذيك الحبه اون فوا كتحط على الوجه فراه كتخلي سيكاتريس. انا كنقول دائما كنتعاملوا مع دوك البطور بواحد الطريقه اللي هي عقلانيه، كنديروا الواقي الشمسي ديالنا ما كنلعبوش فيهم بيدينا، ونخليو الحبه غادي تدوز الوقت ديالها وغادي تمشي بلا ما تخلي سيكاتريس. باغ كونطخ الا لعبنا فيها بيدينا وما درناش ليكرون ديالنا مزيان ومرطبناش وما غسلناش مزيان، فاوتوماتيكمون هذيك الحبه غادي تمشي وغادي تخلي لا تراس كوم كوا راها كانت عندنا حبه تما. فمن الاحسن ان الانسان كنقولوا دائما الوقايه افضل من العلاج. نغسل الوجه ديالي منظف اللي مناسب ليا، نرطب، نحمي نفسي من الشمس، ونخلي اليدين ديالي في اتساع على وجهي، يعني دائما نبعد يديا على وجهي يكون احسن للمصلحه ديالي. الو غنعاود نكرر، الناس اللي عندهم بشره دهنيه وعندهم بشره فيها حب شباب فكنصحهم بانتيليوس انتي امبيرفيكسيون، غادي يعجبهم بزاف 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 عاد، وغادي يريحهم وغادي يعني يلقاو فيه الضاله ديالهم كما كنقولوا، وغادي يلقاو فيه راحتهم. فتقريبا تقريبا لو بري ديالو يعني ما كايناش شي ديفيرونس بينه وبين لي زونتيليوس الاخرين، تقريبا كيوصل حتى لديك 160 درهم في لاباغا فارماسي، يعني ماشي شي حاجه كثيره. ليسونسيال اننا دائما كناخذوا شي حاجه اللي كتواتينا وكتوالمنا باش كنحافظوا على الوجه ديالنا كما ينبغي،
وكيف ما كنبغيو نشوفوه فالوقايه افضل من العلاج. نحميو راسنا راه احسن لينا من اننا يعني وقع لنا المشكل وابخي عاد نبداو نقلبوا على باش غادي نتخيطيوه. فوالا كان هذا هو كل ما يخص فيديو اليوم. كنتمنى لكم نهايه اسبوع موفقه وكنضرب لكم موعد جديد يوم الاثنين بحول الله. دمتم في امان الله. كانت هذه وفاء من قناتكم فوتي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.